بداية ترأس الوزير الأول عبد العزيز جراد أمس الأربعاء اجتماعا للحكومة عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد. الاجتماع خصص لدراسة مشروع مرسوم رئاسي يتعلق بقطاع المالية ودراسة مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بقطاع المالية وكذا دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بقطاع الفلاحة والتنمية الريفية. هذا وقدم وزير الفلاحة برنامجا لتطوير الشعب الفلاحية الاستراتيجية في جنوب وأقصى جنوب البلاد، فيما قدم وزير التجارة عرضا حول انضمام الجزائر إلى الاتفاق التأسيسي للمنطقة القارية الإفريقية للتبادل الحر، إضافة إلى وزير الموارد المائية الذي قدم عرضا بخصوص إبرام 5 مشاريع صفقات بالتراضي البسيط مع مؤسسة عمومية.